جماعة ما وحشتكم اللوحات الصغار؟ يلا خلينا نسوي لهم أخت جديدة. حق اللوحة بستخدم بس أزرق وأصفر، شوي أبيض وأسود بعد. أول شي باخذ الأزرق بحط منه هني، بعدين باخذ الأصفر بحطه هني وبدمجه. الحين بأصغر فرشة باخذ أبيض وبحط نجوم، باخذ أسود وبرسم هني لاين بهالشكل، برجع الأصغر فرشة وبعد باخذ أسود عشان أرسم حشيش جدي، برسم هني بعد شجرة وقط نقاط حق الورق مال الشجرة. أحس صار خاطي أرسم هني ديناصور. خرشة بحط بني حول اللوحة. خلاص كملت من اللوحة، شوفوا شلون صارت، أحس ألوانها صارت واجد غامقة وأحس استاهلها صار واجد يشبه هالأخت. أيها أكثر وحدة عجبتكم حاليا من الخوات؟